الحشرة التي تلون الطعام، الدودة القرمزية، سر المنتجات الغذائية. في الفيديو ده بقى هكلمك عن الدودة اللي لحم كتفنا من خيرها. ولو سألتك ايه اللي في الصورة دي طبعا هتقول لي دودة. طب والصورة دي؟ ايس كريم. وهكذا بقى منتجات كتير. والسؤال بقى ايه الربط اللي بين الايس كريم والحشرة دي؟ كتير مننا طبعا عارف ان المنتجات الغذائية بيتم اضافة الوان عليها وشوية حاجات تانية اللي احنا بنقول عليها كده مكسبات طعم ولون وريح. طب سألت نفسك منين بقى اللون ده؟ اقول لك بقى، الالوان اللي بتضاف على الغذاء يا اما لون من حاجة طبيعية يا اما حاجة صناعية او كيميائية. فلو هتقول لي يعني ياخدوها من حشرة، هقول لك طب ما كده احسن من الكيماويات اللي في الغالب بتسبب امراض، يبقى خلينا في الطبيعي وهو البلدي يوكل. ثانيا، اي حاجة لما بتتحول لصورة اخرى فبتتغير صفاتها وخصائصها، يعني هي كده ما بقتش متلونة من حشرة، لا ده تم تصنيعها وتنقيتها وممكن تطهيرها كمان. فالملخص ان الطبيعي هيكون افضل الف مرة من الصناعي الكيماوي. طب ما تيجي بقى نشوف الدودة اللذيذة دي اللي تقريبا خيرها علينا كلنا، واللي ممكن يكون محدش ما اكلش منها، لانها في الغالب بتدخل في اطعمة ومنتجات غذائية كتيرة جدا، من ايس كريم وفطاير فاكهة ومستحضرات تجميل وحلويات وغيرها، وكلها بتشترك في الوانها اللي زي الاحمر والبنفسجي والوردي. والسر بقى هو الدودة دي بقى، واللي اسمها الدودة القرمزية او دودة القرمز، وبيتم استخراج صبغة منها اسمها الكارمين. ايه هي بقى ميزة المادة دي بالذات يعني؟ لقوا ان المادة دي ما بتتأثرش بالضوء او الحرارة، وهي واحدة من اكثر الصبغات الطبيعية ثباتا، وتم استخدامها لاول مرة قبل 5 قرون. ودولة البيرو هي اكثر دولة منتجة لصبغة الكارمين دي، وبينتجوا تقريبا 95% من احتياج العالم من الصبغة دي، وده رقم كبير جدا طبعا. بيستخرجوا بقى ازاي الصبغة دي؟ بتكون الدودة القرمزية دي ملتصقة بنبات الصبار، وبيتم جمع إناث الدودة في مشهد كده تقدر تقول شبه مواسم الحصاد، وبيتم تجفيفها استعدادا لاستخراج الصبغة الطبيعية دي من حمض الكارمينيك، واللي بيمثل حوالي ربع وزن الدودة، واللي بيكون لونها أحمر أو برتقالي. وعشان ياخدوا نص كيلو تقريبا من الصبغة دي بيجففوا 70,000 حشرة، وده رقم كبير جدا جدا جدا. ثم تسحق وتغمر في محلول حمضي علشان بس الناس اللي ممكن تشمئز من الموضوع ده، وبيتم تنقية الصبغة دي في حاجة كده تقدر تقول زي تكرير البترول لاستخراج الشوائب. وبما اننا اتكلمنا عن اكتر دولة منتجة، فحب اقول لك ان فرنسا وايطاليا واليابان من اكبر الدول اللي بتستورد الدودة دي، وبيتم استخدام اصباغ الدودة دي في اكتر من صناعة اخرى غير المنتجات الغذائية زي تلوين الاقمشة والسجاد والرسم. ولاني مركز في الفيديو على استخدام الصبغة في المنتجات الغذائية، فلازم اقول لك انه لما بيتم استخدامه كمادة مضافة للغذاء بيتم ذكر الكلام ده على المنتج. فالكارمين في الغالب بيدرج تحت رمز E120، ووجدوا ان في ناس قليلة بيحصل لهم حساسية منه. كمان لقوا ان الكارمين ده ممكن يسبب الربو لبعض الناس، لكن في مجموعة دعم الاطفال مفرطي الحركة وصت بإزالة الكارمين من النظام الغذائي، وده للاطفال مفرطي النشاط او الحركة. اما الناس بقى اللي بيدافعوا عن حقوق الحيوان فبيطالبوا بالبحث عن مصدر نباتي بديل علشان يوفروا الصبغة الحمراء دي بدل الحشرات الغلبانة دي، واللي بيتم سحق اعداد كبيرة جدا منها علشان يتم استخراج كميات صغيرة جدا جدا. فهل فعلا ممكن يكتشفوا مصدر اخر للصبغة دي علشان يبقى بديل عن المصدر الحشري ويوفر نفس كمية الانتاج المطلوبة؟ ودي تساؤلات اكيد في ناس كتير شغالين عليها وممكن يوصلوا الحل، لان استخدامنا للمصادر الطبيعية اكيد افضل بكتير من المنتجات او المصادر الصناعية المخلقة واللي داخلة تقريبا في كل منتجاتنا الغذائية. فلو اول مرة تشوف الدودة اللي لحم كتفنا من خيرها، يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.